معنا من كوفنتري مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن. أهلا بك معنا أستاذ رامي. هل يمكن تأكيد هذا الخبر بداية؟ هل لديك أي معلومات حول عديد القوات التي تم سحبها أو نقلها، وأن اقتصر ذلك على يعني القوات يعني المشاة، أو هنالك أيضا عتاد عسكري تم نقله من هذه القواعد؟ نعم، صباح الخير. طبعا الانسحاب، نعم الانسحاب هو للطيارين فقط لا غير. بالنسبة للمشاة في الأساس القوات الروسية ليس لديها عديد كبير من المشاة داخل الأراضي السورية. نحن نعلم بأن فاغنر كانت موجودة داخل الأراضي السورية، الشرطة العسكرية الروسية لا تزال موجودة داخل الأراضي السورية. الانسحابات كانت هي من مطار تدمر العسكري على سبيل المثال، من بعض القواعد في البادية السورية. بمقابل ذلك كان اليوم يعني أو بعد منتصف الليل غارات جوية روسية على منطقة نبع السلام بصواريخ جو جو أطلقت في منطقة نبع السلام في محافظتي الرقة والحسكة، وتعزيز للمواقع الروسية في شمال سوريا وتحديدا في عين عيسى ومنبج. الانسحابات كانت في البادية نعم، ولكن الانسحاب عبر مطار حميميم، ليس الانسحاب من مطار حميميم، الانسحاب عبر مطار حميميم، لأن هناك طيارين روس شاركوا في الحرب في أوكرانيا، هم ذاتهم شاركوا، كانوا يشاركون في القصف على الجو في سوريا. نحن يعني ما يدل على انسحاب الطائرات أو الطيارين هو عدد الغارات التي كانت تنفذ على البادية السورية، انخفضت بنسبة 70% من الغارات التي كانت قبل الحرب على أوكرانيا. أما بالنسبة للمشاة، لا أعتقد بأن هناك عديد من المشاة سحب، كون أن بالأساس المشاة ليس لديهم أعداد كبيرة. بالنسبة لريف اللاذقية لا يوجد انسحاب، الضباط الروس هم مراقبين في تلك المنطقة. بالنسبة للحدود محافظة درعا هناك شرطة عسكرية ولا يوجد جيش روسي. أي ما يشاع عن مسألة يعني استفادة لربما بعض الأطراف تحديدا الطرف الإيراني من هذه الانسحاب من خلال يعني إعادة ملء الفراغ ومخاوف تغير، نعم، قواعد الاشتباك غير صحيحة. لا، في البادية نعم، في البادية انسحبت روسيا، ملأ الفراغ ما يعرف بميليشيا فاطميون الموالية لإيران. أيضا في منطقة تدمر انسحبت قوات روسية أو قوات موالية لروسيا سوريا كلواء القسم الفلسطيني، ملأ الفراغ قوات يعني موالية لإيران. أما في الشمال السوري وفي مناطق أخرى لا يوجد انسحاب، كون أن روسيا هي دفعت الكثير لمحافظة على النظام. لا أعتقد بأنها ستتخلى عن تلك المنطقة بسهولة. نعم، شكرا لك من كوفنتري مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان السيد رامي عبد الرحمن.